وصف مواطنون يمنيون خطوة تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني بالخيانة للأمة العربية والإسلامية ككل، مشيرين إلى أن الإمارات بهذه الخطوة إنما ترسم طريق زوالها. والله صراحة رسالة نقول لن تستفيدوا شيء، وأنكم بهذه الطريقة يعني إلى الزوال، إلى النهاية. ما دامت إسرائيل لن تفرط بشبر واحد من أرضها، فإسرائيل المستفيد الوحيد من هذه الاتفاقيات اللي مبرمة مع إسرائيل. رسالة لدولة الإمارات أو قرية الإمارات بالأصح، نقول لها الأموال والبترول هذا لا يعني أنك ستبيعين جزءا ولو مثقال ذرة من الأقصى، فهذا سيأتي وسينتهي، وهذا مجرد يعني أشياء وفقاعات هلامية ستنتهي عند أصغر فلسطيني يرفع أحذيته في وجوهكم. رسالة لبن زايد، قد حاولوا قبلك كثير لكن الشعب الفلسطيني صامد وسيظل صامد، والناصر للإسلام والمسلمين والقضية الفلسطينية، وأنت مجرد عميل وخائن للأمة العربية ككل، وسعيت لخراب لدخول إلى غزو اليمن وخراب ليبيا وخراب جميع الدول العربية، فليس غريبا عنك أن تتعامل مع اليهود لتقوم بطعنة خاصة للأمة العربية والإسلامية.